موجز إخباري نقدمه لكم مشاهدينا من تلفزيون النهار. إليكم العناوين. المسائل الاقتصادية محور اجتماع الثلاثي المقبل المقرر شهر سبتمبر المقبل. العدالة الجزائرية تسعى للحصول على الإنابة القضائية في دول الخليج لاسترجاع الأموال المهربة. أهلا بكم إلى التفاصيل. ستكون المسائل الاقتصادية محور اجتماع الثلاثي المقبل المقرر شهر سبتمبر المقبل حسب ما أعلنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وقال سيدي السعيد على هامش التوقيع على اتفاق حول مرجع التشغيل بين مديرية اتصالات الجزائر ونقابة المؤسسة أن المسائل الاقتصادية ستحظى بأكبر حيز خلال الثلاثية. وأكد الأمين العام للمركزية النقابية أهمية المسائل الاقتصادية في إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية ودفع الاستثمارات من أجل خلق الثروة والشغل وتعزيز القدرة الشرائية لدى الجزائريين. في قضية سوناطراك 2 التي أحدثت المفاجأة وطاحت بوزير الطاقة السابق شكيب خليل وعائلته وخمسة متهمين آخرين، قال نائب لدى مجلس قضاء الجزائر إن العدالة الجزائرية تسعى للحصول على الإنابة القضائية في دول الخليج لتمكن من مواصلة التحقيق واسترجاع الأموال الجزائرية المهربة. الزميلة سميرة مواقي عادت لنا بهذه التصريحات. Ces instruments juridiques prévus par cette convention, la convention onusienne, et comme je vous l'avais dit, la procédure est encore à ses débuts, mais moi je suis optimiste. Pourquoi je suis optimiste? Parce que pour le moment, dès que nous avons émis le vœu de geler ces avoirs se trouvant au niveau de ces pays-là, nous n'avons rencontré aucune réticence. Aucune réticence. Et tout ce que nous avons demandé, nous l'avions eu. Notamment, je parle notamment de ces trois pays, hein. Nous avons des pays asiatiques, nous avons à Singapour, nous avons Hong Kong, nous avons les Émirats. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à localiser les institutions financières au niveau desquelles se trouvent ces fonds-là et les coordonnées des comptes qui abritent ces avoirs-là. C'est pour ça que la comme la tahqiq la yazal fi bidayatihi. التحقيق لا يزال في بدايته وما زال إلى حد الساعة عندنا عدة إنابات قضائية دولية لم نتوصل بالنتائج وهي أهم إنابات قضائية دولية اللي ما زلتنا لأنه كما قلت لكم حتى في دول الخليج هنالك مبالغ مالية معتبرة حولت إلى بلدان الخليج ونحن بالضبط في انتظار نتائج الإنابة القضائية الموجهة إلى السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جانب آخر استبعد نائب العام أن يكون شكيب خليل دخل أرض الجزائر بعد أن صدر ضده أمر بالقبض الدولي. هل زار في خلال الفترة الجزائر أم لا؟ لا ما نظنش، أنا أستبعد ذلك. أنا أستبعد ذلك ولكن لا أستطيع أن أجزم. لماذا؟ لأنه المنظر الأمر بالقبض الدولي صدر عن قاضي تقتوجه الشخص المعني منذ تقريبا أسبوعين. و إذا كان زار الجزائر قبل صدور هذا الأمر بالقبض الدولي يعني ما كان حتى شيء اللي كان يمنعه أنه يتحرك على غرار ما قام به من عندما خرج من مطار وهران. أما إذا دخل خلال الأسبوع الأخير لا أظن، لأنه لماذا؟ لأنه الأمر بالقبض الدولي أصبح ساري المفهوم. لم تصبح قضية سوناطراك قضية محلية بل تعدت إلى القارات بعد اكتشاف الشرطة الجنائية الدولية شبكة دولية متورطة في نهب وفساد أكبر شركة للطاقة في البلاد، خاصة بعد صدور أوامر القبض على شكيب خليل وعائلته. تقرير في الموضوع أعده طاهر حاجي. التحقيق القضائي بإيجاز توصل إلى غاية اليوم باكتشاف وبإثبات أنه نحن في إطار هذه القضية أمام شبكة دولية منظمة. فضيحة سوناطراك لم تصبح فضيحة جزائرية محلية بل تعدت إلى قضية دولية قارية يتحكم فيها تحقيق منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بأوامر من القضاء الجزائري متعاونا مع القضاء الإيطالي والسويسري بتوجيه التهمة شبكة دولية حقيقية للفساد تمتص سوناطراك، تمتد مخالبها إلى كل القارات، تلعب بأموال الجزائريين في الخارج عن طريق صفقات مشبوهة في قطاع المحروقات.
ولا كان تنتج قبل الحرب مليونين وكذا يعني، وتصدر مليون ونصف. أوامر بالقبض على شكيب خليل وأربعة من عائلته يتقدمهم المتهم الرئيسي والوسيط الدولي بين شركات متعددة الجنسيات وشركة سوناتراك فريد بجوي الذي يبلغ من العمر 44 سنة والوسيط الفعال في فضائح الرشوة بنقله العملات بين الراشين والمرتشين وتسريب أسرار اقتصادية إلى جهات أجنبية مع القبض على مسؤولي الشركات الأجنبية المتورطة في قضية سوناتراك 1 و2. في كل من فرنسا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، فمن يقود مافيا النهب والفساد لأكبر مصدر رزق للجزائريين؟ ولماذا توزع هذه الأموال ويستفيد منها الخارج ويحرم داخل الجزائر منها؟ إلى القضاء تكشف الحقائق. إلى موضوع آخر، حيث أفاد نائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بالقاسم زغماتي أنه تقرر الاستئناف في الحكم الصادر ضد ابن شقيق النائب في البرلمان أسماء بن قادة المتورط في حادث مرور أودى بحياة طفل بشوفالي. أوضح زغماتي أن النيابة العامة على مستوى المجلس سجلت استئنافا ضد الحكم الصادر في حق المتهم في هذه القضية، حيث سيعاد النظر فيها في الأيام القليلة المقبلة. كما أضاف أن النيابة العامة اتخذت موقفا صارما، حيث طلبت خلال جلسة المحاكمة بأربع سنوات حبس النافذة ضد المتهم. كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عادل إلياس بن إدير عن انطلاق عملية استقبال الوكالة للمكتتبين الجدد بداية من شهر سبتمبر القادم، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني على غير ما كان معمول به سابقا في استقبال الملفات، حيث سيتم التسجيل للملفات الجدد في المرحلة الأولى عن طريق الموقع الإلكتروني، ليتم بعدها إيداع الملف لدى مقر الوكالة في مرحلة قادمة تطبيقا للشفافية واحترام للترتيب التسلسلي للملفات. السيد الوزير السكن طلب منا لي نوفو سوسكريبتور يندارو بار لو سيت ويب سي بور فاسيليتي ان بتي بو لا تاش او نوفو سوسكريبتور يدخلوا في سيت ويب بور غارونتير لا ترانسبارونس لا كرونولوجي بور ايفيتي لي زيرور دو باسي. On est en 2013, il faudrait que l'Algérie se mette à l'heure et à l'ère mondiale. L'ADL est en train de se préparer pour que, au plus tard, le mois de septembre, les nouveaux souscripteurs, qui se fera exclusivement par Internet. Ce qui voudrait dire que l'ADL est en train de se préparer en moyens techniques. Le site à l'ADL est hébergé au CIRIS, donc il faut des nouveaux serveurs, il faut une plage assez importante pour que le site de l'ADL ne soit pas saturé. Donc on a déjà fait de l'amalia, rahit atwasal, inshallah nkoun foul mouad. حجزت مصالح الجمارك بميناء مهران 17 جرام من مادة الكوكايين، وتم اكتشاف هذه الكمية من المخدرات بحوزة مواطن جزائري مقيم بالخارج، وذلك خلال عملية تفتيش روتيني للركاب بعد نزولهم من باخرة قدمت من ميناء أليكانت إسبانيا، يضيف نفس المصدر. وقد تم على إثر ذلك فتح تحقيق في القضية من قبل المصالح المختصة وفق ما أشار إليه نفس المصدر. تعرف العاصمة وبعد شهر رمضان الكريم طوابير طويلة من أجل اقتناء الخبز، حيث ينتظر المواطنين ساعتين على الأقل دورهم لشرائه، أما باقي المخابز لا تزال مغلقة لأجل غير معروف، الأمر الذي زاد من تذمر المواطنين. التفاصيل مع ابتسام بسلامة. بالعيد كانت نورمال، كنا ما نديروش لاشين، دوك ملي نهار العيد بولونجيا ما يسكنوش هنا اللي يخدموا الخبز، كاع راحوا للبلاد، دونك هنا الخبز ما كاش تولي لاشين وكلش. هذه هي والله يا بنتي، تروحي لباب الواد غتهربي، الغاشي اللي راهو تما اللي صار غير ربي اللي عالم في باب الواد، علاش جا الخبز هذا؟ راني قاعد ساعتين وانا نشتي في الخبز هنا، ومازال راني شريت المسوس ومازال
ماشي الخبز نورمال. كاين لي برونجي يغلق في البلاد، يغلق الحانوت يروح للبلاد، وحنا رانا نشوفريو صافي الجزائر اليوم نشوفريو باسكو كوميرس ولي الجزائر تروح نديك المفتاح ولا خرجك من كلش محلول كاين كلش. حجز تذكرة الطائرة أصبح أمرا جد صعب، حيث لم تستطع شركات الطيران أن تتحمل الطلب المتزايد كل سنة. هذا المشكل الذي يؤرق المسافرين تناولته زميلة الياقوت سارة غرداوي في هذه الورقة. الحصول على تأشيرة سفر كان العائق الوحيد للمسافرين الجزائريين، لكن في فترة العطل صار الحصول على حجز في أحد الطائرات وفي التاريخ المحدد أو الحصول على تذكرة حلم صعب المنال. يا روح توت كومبلي vous allez maintenant par exemple à l'Algérie la 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 ou le Maroc ou la France tout est complet jusqu'au 30 août حتى vers le 5 le 10 parce que ça commence un peu à se il y a des places. Je pense que c'est comme ça parce qu'il y a un flux important, c'est pour ça que je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel flux. ويل المسافرون شركات الطيران ويتهمونها بسوء التسيير وعدم احترامها للمعايير الدولية. C'était pas facile, il y a pas de place. Premièrement, de une, je suis venue pour un décès et je suis venue jeudi et il y avait pas de place. Il fallait attendre le premier vol. J'ai pas pu rentrer en Algérie et le deuxième vol et ben c'était en liste d'attente et les billets très chers 500 euros de billets. تلقاش معرفه وزيد لازم دراهم بزاف باسكو ديجا برك الجي الماروك ريزيرفينا الماروك شرحوا الماروك دي فاكونس 6 ملايين بي الماروك شاك فوا تروحي سي كومبلي شاك فوا سي كومبلي ما كاش بلايص ما كاش هادي على 3 شهور باش تلقاي بلاصه على هادي مي ان كود فيل تو بو باسي تو بو تروفي دو بلاص ها هادي سون بيتي انا جو باس ان كود فيل تمتم كاين بلاصه منين هاد البلايص كاين فارغه طياره يا في بوكو دو بلاص فارغين سما اي غارد دي بلاص وما دوك لي جون ما يجوش يلعبوها لهم ولا هما مي يلعبوا بلي جون ولا ما على باليش. الحلول الجذريه للمشاكل التي يواجهها المسافرون الجزائريون كل سنه صار امرا مطلوبا لتسهيل سفرهم وتنقلهم. إلى أخبارنا الدولية وفي الشأن المصري، أفاد مصدر أمني بشمال سيناء أن مدينة العريش شهدت في وقت مبكر من صباح اليوم انفجارات نتيجة سقوط 3 صواريخ بالمدينة، حيث ونفى المصدر وجود أنباء عن وقوع إصابات، مؤكدا أن قوات الأمن المصرية بصدد تفقد أماكن سقوط الصواريخ، ورجح المصدر أن تكون الصواريخ قد أطلقت من منطقة صحراوية شرقي مدينة العريش. للإشارة فإن مدن العريش والشيخ زويد شهدت تحليقا مكثفا لطائرات الأباتشي مع رفع حالة الاستنفار الأمني بالمحافظة. وبشأن المصري مشاهدينا نختم النشرة، شكرا على المتابعة، في أمان الله.